قمة فيشغراد هي الحديث القادم في وقفتنا الحوارية الأولى، سنتعرف على ما دار بها في هذه القمة ومشاركة مصرية تمثلت في السيد رئيس الجمهورية، ونعود لفتح هذا الملف بالحوار. نرجو أن تبقوا معنا. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجر ومشاركته في تجمع فيشغراد تعبر عن أن الدولة المصرية أصبحت تتبع أسلوب استخدام الآليات الأمثل في إدارة سياسات ملفاتها الخارجية. الرئيس السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمقر رئاسة الوزراء ببودابست في ثالث أيام زيارته الرسمية للمجر، أشاد بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر والمجر ومدى تميزها، والتي ظهرت بشكل خاص خلال اللقاءات المتعددة بين الجانبين، معربا عن اهتمام مصر بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها في كافة المجالات واستمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما، فضلا عن تعويل مصر على المجر في إطار تعميق العلاقات المصرية مع تجمع فيشغراد. وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في إطار تجمع فيشغراد، أشاد رئيس السيسي بنتائج القمة التي انعقدت بين مصر ودول التجمع، مؤكدا تطلع مصر لأن تشهد فترة رئاسة المجر الحالية لتجمع فيشغراد تطورا ملموسا في مجالات التعاون المختلفة مع مصر، وذلك في ظل الخبرات العميقة التي تتمتع بها دول التجمع في العديد من المجالات، خاصة على مستوى تعظيم التعاون الاقتصادي والقطاع السياحي، ومثمنا في هذا الإطار التعاون المتنامي بين مصر ودول فيشغراد، لما يعكسه ذلك التعاون من تماثل في الرؤى حول مجريات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الساحة الدولية، الأمر الذي يتعين معه البناء عليه لإيجاد تحرك مشترك مع الدول ذات التوجهات المتشابهة، خاصة في مجالات أمن الطاقة والأمن الإقليمي. أهلا بكم مشاهدي الكرام، باسمكم اسمحوا لي أن أحيي الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل سادة مشاهدي. سؤال قد يبدو متأخرا على بداية هذه القمة ثم عودة الرئيس والوفد المصري، لماذا ذهبنا إلى هناك؟ لماذا ذهبنا إلى فيشغراد؟ لأن مصر الآن تتحرك وفق رؤية منفتحة على الجميع، هناك اتزان سياسي يسعى لإيجاد علاقات متوازنة مع كافة الدوائر الخارجية المصرية، عشان كده بنجد مصر حتى في يعني تجويد علاقاتها مع الجانب الأوروبي لم تكتفي بإيجاد علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا إيجاد علاقات جيدة مع التكتلات داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا يحسب للدبلوماسية المصرية. أيضا فيشغراد يعني أتت إلى القاهرة قبل أن تذهب القاهرة إلى فيشغراد، يعني في 2014 كان هناك ترقب من فيشغراد لما يحدث في الدولة المصرية، وكان هناك تأييد كامل من دول فيشغراد للحراك المصري وللثورة المصرية وللتغير السياسي والاقتصادي الحادث في مصر. عشان كده وجدنا السيد الرئيس حتى تحدث في هذه النقطة، وإن المجر ودول أوروبا الوسطى كانت تدرك حقيقة الواقع في مصر بعد 2014، وإن مصر قوة اقتصادية قادمة. أيضا في 2016 وقبل أن يذهب الرئيس إلى المجر، أتى وزراء الخارجية الخاصين بالفيشغراد إلى القاهرة وعقدوا اجتماع مع وزير الخارجية سامح شكري. أعتقد أن هذه هي نقطة الانطلاق الحقيقية لوجود مصر في آلية خاصة بها داخل فيشغراد. هذه الآلية في الحقيقة لم تكون إلا لألمانيا واليابان ومصر، وبنتكلم هنا على فيشغراد زائد مصر، فيشغراد زائد ألمانيا، فيشغراد زائد اليابان، ثلاث دول فقط اللي فيشغراد عملت معهم هذا التحالف أو هذه الآلية للتعاون. ده بيعبر أن مصر هي القوة الشرق متوسطية الآن القادرة على تلبية رغبات الفيشغراد، وأيضا بوابة الفيشغراد إلى أفريقيا والدول العربية، وهناك منافع متبادلة ما بين الجانبين. أيضا مصر طرف الفيشغراد أن الفيشغراد هي بوابة أوروبا الوسطى، وأيضا امتداد للعلاقات التي حدثت منذ 2014 مع اليونان وقبرص، خصوصا أن أيضا
هناك تعاون الآن مع اليونان وقبرص ودول أوروبا الوسطى بشكل أكثر من رائع. هناك خطوط على فكرة لأنابيب الغاز تمتد الآن ما بين اليونان وبلغاريا وأيضا إلى المجر. عشان كده رأينا وزير الخارجية المجري وهو في القاهرة مؤخرا يتحدث أن المجر تتطلع لاستيراد الغاز المصري بعد انتهاء خط الغاز ما بينها وبين اليونان. وبالتالي هي السلسلة أو دوائر متصلة للخارجية المصرية أصبحت الآن تخدم على بعضها البعض. وبالتالي وجود مصر للمرة الثانية بعد عام 2017 في قمة الفيشجراد ضمن آلية التعاون مع مصر، أعتقد أنه هو إنجاز دبلوماسي مهم جدا يحسب للدولة المصرية، وأيضا له علاقة بتلبية تطلعات الدولة المصرية وتسخير أدوات الدبلوماسية المصرية بما يخدم الداخل. يعني تذهب إلى النقاط التي سوف تستفيد منها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. وده سؤالي، يعني احنا تناقشنا فيه ما قبل الهواء، هنعيد طرحه مرة أخرى. ما الفارق حين تقيم دولة، الحديث هنا عن مصر ولكن السؤال بشكل أشمل، ما الفارق من بين أن تقيم علاقة دبلوماسية وسياسية مع دولة مثل اليونان مثل المجر هذا الحجم السياسي والمالي والاقتصادي، وما أن تقيم علاقة مع روسيا مع فرنسا مع الولايات المتحدة؟ بشكل هذه العلاقة في علم الدبلوماسية كيف يكون، كيف يقيم في الأساس؟ يعني علاقة خارج الضغوط وخارج حسابات صراع النفوذ الدولي. ازاي وضح لي؟ طيب يعني عندما تتعامل مع القوى الكبرى في العالم دائما بيكون في هناك حسابات كثيرة. يعني عندما تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين مع روسيا، الاقتصاد يكون مقترن دائما بالسياسة والسياسة تكون مقترنة بالاقتصاد، وهناك تشابك للمصالح ووجهات نظر بتتقارب وبتختلف وإلى ذلك. ولكن مع دول هي قريبة مني في الناحية الثقافية والاقتصادية والسياسية هناك تكامل أكثر، هناك مصالح مشتركة أكثر، هناك سعي لتحقيق مكاسب مشتركة وين وين جيم. يعني لا نبحث أنت تكسب وأنا أكسب بالضبط، بعيدا عن فكرة الألعاب السياسية والعراك الدبلوماسي والسياسي الحادث ما بين القوى الكبرى. وبالتالي هي علاقات ذات مكاسب خالصة أو مكاسب يعني صرفة زي ما بنقول، يعني في أرقام الاقتصاد هي مكاسب ناجحة بنسبة 100%. وبالتالي أنا أعتقد أن عندما حتى أقامت مصر مع المجر صفقة كبيرة في القطارات، عندما الآن نتحدث مع صفقات للغاز وربط للكهرباء مع اليونان مع ربط مع الغاز، لا يوجد الضغط السياسي، لا يوجد الضغط الدبلوماسي، هناك ارتياحية في العمل لأن هناك تطلعات مشتركة، هناك رغبات مشتركة، هناك أيضا مساعي لاستقرار الإقليم، لأن ولا المجر لديها صراع نفوذ في الإقليم ولا مصر أيضا تدخل في صراع نفوذ في الإقليم. مصر لديها رغبة في استقرار الإقليم وأيضا المجر لديها رغبة في استقرار الإقليم. وبالتالي هذه الرغبات المشتركة في ترسيخ السلم والأمن الإقليمي بالتحديد بتكون عامل مهم جدا لتشجيع التعاون الاقتصادي، والتعاون الاقتصادي عشان كده هي علاقات مريحة، علاقات خارج الضغوط وبنجدها أكثر. يعني طبعا العلاقات مع الشركاء الدوليين برضو مهمة وبتسير بشكل جيد، ليها قيمتها وهي في مساحة أخرى لا تتقاطع ولا تتشابه مع المساحة مع دول زي المجر واليونان وقبرص وما شابه. أكيد، بس يعني أكيد هناك يعني حسابات أخرى مع الدول الكبرى، ولكن زي ما بنقول هناك ارتياحية أكثر. طب حضرتك في تقارب في التجمع ده، حضرتك حابب تفصله عن المجر؟ يعني عايز تتكلم على التجمع ده بشكل منفصل، آلياته كيف بدأ، ماذا يريد، ولا شايف أنه الحديث عن المجر لوحده يجب الحديث عن هذا التجمع؟ ربما لو كنا نتحدث قبل خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي كنا ممكن نتحدث بهذا الشكل. طب وضح لي. ولكن الآن في ظل لا مش يعني واحدة واحدة طيب في ظل المتغير الأوروبي الحادث الآن، أعتقد أن دول أوروبا الوسطى بتتمسك أكثر بالفيشجراد، بترى أن الفيشجراد هو حصنها الحصين حتى لا تتوه وسط الدول الأوروبية الكبرى. طب ولو في حد من السادة المشاهدين قاعد ولسه أول مرة بيسمع، نعرف له إزاي هذا التجمع؟ هذا التجمع نشأ في التسعينات، فيشجراد هي مدينة في المجر وكانت مقر لأول اجتماع لهذه المجموعة التي تضم تشيك وسلوفاكيا والمجر وبولندا. وبالتالي هذه الدول الخاصة بأوروبا الوسطى التي يعني أيضا كانت متأثرة بالاتحاد السوفيتي في فترة، ربما وجدت لنفسها هذا التجمع حتى يكون، لأنها أيضا لديها خصوصية ثقافية، لديها خصوصية اقتصادية، لديها تنوع اقتصادي ربما
هو من احد ايضا مواريث الاتحاد السوفيتي، لان الاتحاد السوفيتي كان ايضا بيوزع النشاطات الاقتصاديه على الفيدراليه من الداخل، وبالتالي هتجد مثلا ان هناك دول لها علاقه او لها طابع مثلا صناعات ثقيله، هناك دول ايضا لها طابع تكنولوجي، دول لها طابع زراعي، وبالتالي التكامل ما بين هذه الدول انقذها على فكره بالمناسبه، وخلاها تستطيع ان تصمد امام الدول الاوروبيه الكبرى، وسهل لها المرور ايضا للاتحاد الاوروبي. وبالتالي ايضا في ظل المتغير الاوروبي الحادث الان، بنتكلم على خروج انجلترا، تغير في القياده السياسيه الالمانيه، ووجود ملفات مرتبطه بهذا التغير، عشان كده وجدنا السيد الرئيس يتحدث عن الهجره غير شرعيه، لان المانيا كانت تلعب دور مهم جدا في هذا الملف. الجميع يتساءل بعد تغير القيادة السياسية في ألمانيا، هل سوف تتغير وجهة نظر ألمانيا تجاه هذا الملف؟ وده على فكرة أمر خطير جدا. هو تغير وجهة نظر ألمانيا تجاه الهجرة غير الشرعية لهذا الحد هو مؤثر؟ بالطبع بالطبع، خصوصا نتكلم على متغير أمريكي الآن في منطقة الشرق الأوسط مهم جدا، أحدث فراغ في بعض النقاط زي أفغانستان، وربما يحدث أيضا فراغ في نقاط أخرى زي سوريا أو في العراق وغيرها من المناطق، حتى في نقاط في شمال أفريقيا الآن لديها مشاكل أيضا، الساحل والصحراء، بتكلم على الساحل والصحراء. طب التغير خمس دول حدث فيهم قلاقل سياسية في هذا العام فقط، كل هذا تصدير للهجرة غير شرعية. طيب ألمانيا كانت رمانة الميزان في هذا الأمر، كانت تضبط الإيقاع في تعامل أوروبا مع هذه الوفود القادمة إلى الشواطئ الأوروبية، وفي الحقيقة المستشارة ميركل كانت تقود هذا العمل، وبالتالي مع رحلها ووجود ائتلاف حكومي مغاير، هل الأمور سوف تسير بشكل طبيعي أم اللي هي رغبة وقدرة أوروبا على استيعاب أو تنظيم الهجرة غير الشرعية؟ بالضبط، وده ممكن يتأثر به دول أوروبا الوسطى تحديدا، لأنها الدول ربما التي تتلقى العبء الأكبر عن نيابة عن الدول الأوروبية الكبرى، عشان كده الهم مشترك. عشان كده لما وجدنا ان السيد الرئيس بيتحدث عن هذا الملف، نعم هناك اهتمام كبير جدا من زعماء اوروبا الوسطى بهذا الملف، كانوا ينصتون بعين الاعتبار لكلمات السيد الرئيس، وعندما طرحت مصر الان الرؤية لم توصف الازمة فقط لكن وضعت الحل، اذا كنتم تريدون حلا عليكم ايجاد حلول للأزمات والنزاعات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد، وأغلاق هذه الملفات بحلول سياسية واقعية. وبالتالي هناك تفاهم كبير جدا ما بين دول فيشغراد وما بين الدولة المصرية، سواء سياسيا سواء دبلوماسيا سواء أيضا اقتصاديا وعسكريا وأمنيا، وأيضا حتى حيال الكثير من القضايا، سواء القضية الفلسطينية، القضايا في شمال أفريقيا، القضايا حتى الأفريقية، القضايا العربية. وبالتالي هذا بيسهل دور مصر مع الفيشغراد، عشان كده اعتقد ان اختيار الفيشغراد كان ذكيا جدا، انه يعني دون الدول العربيه ودون الدول الافريقيه ان يختار الشريك العربي والافريقي هو الدوله المصريه، فهذا ذكاء من دول الفيشغراد. يعني شافها ازاي؟ شافها ان قيم الفكره ازاي وبناء عليه اختارك دونا عن دول بتبدو انها اكثر تاثيرا، مفيش حد اكثر تاثيرا من مصر طبعا، لكن اكثر تاثيرا، عندها قدره ماليه، مساحه من الحركه كبيره، هذا هو الظاهر. كيف قيمت الفكرة وكيف قيمت الاستفادة؟ أنا أعتقد أن يعني 30 يونيو كانت هي المعيار الحقيقي، مش بس الفيشغراد تقيمك، ولكن حتى أي قوة كبرى، وإن لم تكن تظهر هذا الأمر في حينها، ولكنها تدرك أن 30 يونيو هي المعيار التقييم الحقيقي لصلابة هذا الشعب ووقوفه أمام سيناريوهات الفوضى، لأن الشعب الذي استطاع أن يزيح الإيديولوجية المتطرفة ويحافظ على الدولة الوطنية هو قادر على فعل أي شيء. الدولة التي استطاعت أن تحافظ على اتزانها السياسي بعد 2014 فهي بالتأكيد سوف تتيح لأي شريك سواء كان أوروبي أو غير أوروبي مجال أوسع للتعامل. يعني فيشغراد لما تأتي إلى القاهرة أو كبوابة، نعم، بداية في 2014 تقصد؟ عموما يعني بشكل عام الآن، حتى بعد يعني بعد ونحن نتحدث الآن، من خلال القاهرة، من خلال منبر القاهرة تستطيع تتعامل مع كافة الدول العربية، لأن مصر متزنة مع كافة الدول العربية بعلاقات ممتازة، وأيضا مع كافة الدول الأفريقية بشكل ممتاز، وأيضا مع كافة الدول الأوروبية بشكل ممتاز، وأيضا مع كتلة مهمة جدا حتى أوروبا الوسطى ما زالت تتعامل معها بشكل جيد، وهي روسيا والصين، مع أيضا أمريكا التي أيضا تتعامل مع مصر باتزان سياسي مهم. وبالتالي مصر الوحيدة التي لديها هذه البوصلة المتزنة، التي إذا أنت استغلتها كفيشغراد أو كأي تكتل حتى عالمي يريد التحالف مع مصر، سوف تتمتع بهذه الميزة التي لها علاقة بهذا الاتزان السياسي. يعني لو رحت لدولة تانية هي منحازة للغرب فقط،
سوف تجبرك انك تتعامل مع الكتله الغربيه زي ما بتتعامل، ولكن من خلال السوق المصري واللوجستيات المصريه الجاهزه الان في منطقه محور قناه السويس، في البنيه التحتيه، في المواني، في كل ما يحدث في مصر من خلالها من الممكن ان توزع اقتصادك وصناعاتك واستثماراتك على المحيط الخارجي بالدولة المصرية دون أن تجبرك مصر أن تتعامل مع طرف دون طرف، لأن مصر ليست لديها هذه الحسابات. مصر منفتحة على الجميع، مصر متزنة مع الجميع، مصر لديها علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية مع الجميع، وهذا يسهل مهمة الفيشجراد في أفريقيا وفي المنطقة العربية. طيب أعود إلى صلب هذه القمة وطرح حضرتك أنه المشاركة بعد خروج، ودي كانت إشارة أو تعليق، ماذا لو بقيت؟ كيف كان سيكون هذا التجمع وعلاقته بمصر في ظل وجود بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي؟ طبعا التجمع كان يبقى موجود وكان يبقى مهم جدا برضو، وما فيش أي يعني مشاكل في كونه قوة اقتصادية مهمة، لأنه يضم أربع دول لهم اقتصاديات مهمة للغاية. ولكن طبعا مع خروج إنجلترا الآن، وأيضا بعض الأمور في فرنسا مع خلافها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما يحدث من تغير سياسي زي ما قلنا في ألمانيا، هناك تغير أوروبي يجعل من الدول أوروبا الوسطى تحافظ على هذا التجمع، وبالتالي تحافظ عليه خوفا من أن ينفك الاتحاد الأوروبي طبقا لبعض التحليلات. يعني في علوم السياسة الثابت الوحيد هو المتغير، وبالتالي ما ينفعش أن أقول أن ده مش هيحصل. يعني لا لا لا، مستحيل في السياسة. وبالتالي هذا التحالف قوته في البعد الاقتصادي في المقام الأول، وحينما أسس الاتحاد الأوروبي أسس اقتصاديا بداية، وبالتالي عندما يتفكك الآن الحبل الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي فهذا ينذر بتفكك سياسي. ربما هذا يحدث على مدار 50 سنة، يعني احنا مش بنتكلم ده ممكن يحصل بكرة وممكن ما يحصلش، ولكن في كافة الأحوال على الدول الخاصة بالفيشجراد أن تؤمن مستقبل شعوبها من خلال أنها لديها بالفعل هذا التكتل. وبعد كده في نقطة ثانية، لغة التكتلات والتحالفات في الدبلوماسية أصبحت هي اللغة المستقبلية، بمعنى أن حتى ده حضرتك هتلاحظه في الدبلوماسية المصرية الحديثة التي تحدث الآن. مصر أحدثت الكثير من التكتلات وانخرطت في تكتلات أخرى. مصر أحدثت ترويكا المتوسط، مصر اليونان قبرص، مصر انخرطت أيضا أو ساهمت في إنشاء مصر الأردن العراق، مصر أيضا انخرطت في دول المتشاطئة على البحر الأحمر، مصر انخرطت في الكثير من هذه التحالفات السياسية والاقتصادية التي أصبحت هي سمة العصر الحالي. ليه؟ لأن من الصعب الآن أن تواجه العالم منفردا، هذا بالتجربة. يعني ما حدث في شرق المتوسط لم تكن مصر أو اليونان أو قبرص يستطيعوا فرادة أن يحققوا هذه الإنجازات بهذه السرعة، من الممكن أن تحققها ولكن على وقت طويل، ولكن بهذه السرعة وبهذه الجودة لم تكن تتحقق إلا بوجود هذا التحالف. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه التكتلات الصغيرة الآن حجما ولكنها كبيرة من حيث الإنجازات هي لغة الدبلوماسية الحديثة. عشان كده الفيشجراد مهم، تحالف شرق المتوسط مهم، التكامل ما بين تحالف شرق المتوسط وما بين الفيشجراد اعتقد ان هو مستقبلا سوف يكون له قيمه كبيره اذا حدث، والغاز هنا سوف يكون كلمه السر، وايضا الكهرباء المصريه سوف تكون كلمه السر في هذا الامر. وبالتالي هنجد ايضا ان حتى الولايات المتحده الامريكيه نفسها بتعمل ده دلوقتي، يعني ما احدثته مع استراليا مؤخرا، وحتى انها اغضبت فرنسا، لم تفكر في انها حتى تغضب شريك اوروبي تقليدي، ولكنها بحثت على التحالف الجديد الذي سوف يسهل مهمتها المستقبليه. لماذا لم تذهب الولايات المتحده منفرده الى بحر الصين الجنوبي؟ لا، نزلت تحت وهي معاها مين؟ مع استراليا، مع اليابان، الهند، كندا، الدول التي هي من خلال شراكه معها تستطيع انفاذ مصالحها. عشان كده الفيشجراد مهمه، الشرق المتوسط مهمه، اي تحالف الاردن والمصر العراق مهم، اي تحالف بيتم إنشاؤه في هذه الفترة في هذه المتغيرات الدولية القائمة الآن له مستقبل مهم، وسوف يساعد الدول القائمة في هذا التحالف على الصمود أمام أي من المتغيرات في الفترة القادمة. بتظن أنه تحديدا صحيح القول فيما يتعلق بنظرة الاقتصاد أو التأمل في مستقبل الاقتصاد أو التكتلات الاقتصادية؟ هل فعلا ما قبل كورونا دي كان بيقال حتى على المستوى السياسي والاقتصادي والطبي، ما قبل كورونا
يختلف عما بعد كورونا؟ هل هذه التحالفات نقول هذا التحرك المبكر المتسارع نحو إيجاد تكتلات أو تحالفات هو أحد مؤثرات هذه الفكرة؟ بالتأكيد كورونا لها أثر، بالرغم طبعا يعني كنترولك المتوسط بدأت مبكرا، الأردن والعراق بدأت مبكرا، ولكن تعزيز فكرة الشراكة ما بين الدول التي تستطيع مجابهة المخاطر بشكل جماعي أصبح سمة. عشان كده بنجد هذه التحالفات الآن معززة. يمكن حتى أنا كنت كتبت مقال في أول كورونا، كتبت أنها جائحة الفقر والمرض. كنت متوقع أنه يكون ده التطور أو ده المسار اللي ما أنا هقول لحضرتك. نسبة الجوعة في العالم تخطى 1 مليار نسمة بعد جائحة كورونا. منظمة الصحة العالمية حتى مؤخرا أصبحت تتحدث عن تأثير هذه الجائحة على أعداد الفقر والجوع في العالم. وبالتالي إن لم تكن هذه الدول الصاعدة والنامية، لأن الدول نامية وصاعدة ومتقدمة، فهنا المجال الدول المتقدمة متقدمة حتى وإن انتكست في الجائحة سوف تفيق وبسرعة، حتى لو خدت وقت. يعني الولايات المتحدة سوف تستطيع الصمود، الدول الكبرى سوف تستطيع الصمود، ولكن الدول الصاعدة والنامية لزاماً أن تتكامل، لزاماً. عشان كده بنجد فيشجراد مع مصر، عشان كده بنجد مصر اليونان قبرص، عشان كده بنجد الأردن العراق مصر، ثلاث دول نامية بتريد أن تتصدى للمخاطر القائمة الآن بشكل جماعي. وبالتالي طبعا كورونا كان لها هو تصدي للمخاطر ولا محاولة لإيجاد تنوع لمصادر الدخل؟ ما هو من ضمن المخاطر عدم وجود مصادر الدخل. تمام، فنعمل إيه؟ نعمل تكامل. يعني مثلا مصر لديها الآن بنية لوجستية لتوزيع الطاقة مهمة جدا، سواء من مواني دمياط، أنابيب الغاز التي تنشئها مع اليونان وغيرها من البنية اللوجستية، ولكن أيضا العراق لديها مخزون نفطي مهم، فممكن الآن نتحدث عن خط نفطي اللي هو الخاص بالعراق مصر والذي يمر من الأردن. يعني حضرتك بنتكلم انك قريت المشهد في المقال اللي انت كتبته مش كده؟ انا تحدثت على طبعا. طيب الحمد لله. هسألك سؤال تاني في يعني نفس الرؤية او نفس الرغبة في ان انا استطلع رؤية حضرتك لمسار التحالف، عشان نتكلم على التكتلات، يعني هنوسع المساحة اللي بنتكلم فيها فيما تبقى. العلاقة بين مصر والعراق والأردن هذا المسار بعد احتمالات تغير القيادة السياسية في العراق، هل تتوقع أن يستمر كما هو؟ وهل هم على نفس الرغبة والإلحاح والإصرار في التكامل مع مصر؟ يعني ده سؤال مستقبلي، بس أنا أعتقد تعالى نفكر فيه مع بعض بالراحة. يعني أنا أعتقد أن العراق سوف يحافظ على مصالحه الذي اكتسبها خلال الفترة الماضية أيا كان اللي هتولى، أيا كان، لان هناك اول حاجه طبعا هناك عقود وهناك اتفاقيات وهناك التزامات دوليه. يعني الامور لا تسير بحديث على طاوله مستديره ثم نذهب يعني كلام فضفاض، ولكن لا، مصر كمان بدبلوماسيتها العريقه عندما تدخل في اي تحالف او اي تكتل او اي التزام، حتى ده بينطبع حتى في الكثير من القضايا الاخرى، مصر تشترط وجود التزام قانوني ملزم. وبالتالي مصر انا اعتقد انها يعني سوف تحافظ على اي من التكتلات عبر هذه الشركات موثقة. وبالتالي العراق ملتزم ولديه التزامات دولية سوف يحافظ عليها ولديه شراكات دولية. في الحقيقة هو في حاجة له. يعني لا يمكن أن نتحدث عن السياسة بمعزل عن الاقتصاد، والأمر الآن أصبح والانفتاح بنفس المنطق بتاع الانفتاح. هقول لحضرتك على حاجة في نص دقيقة مثلا. طب في نص دقيقة، على فكرة التحالفات الآن وتأسيس مصر لتحالفات في المنطقة تحافظ على التوازن الاقتصادي والسياسي أثر على علاقات الكتلة العربية مع دول في هذه التكتلات. يعني لما ترى الآن العلاقات السعودية اليونانية القبرصية علاقات أصبحت مميزة جدا، الإمارات أيضا كانت مدعوة من جانب القبرصي واليوناني في إحدى الملتقيات. أعتقد أن حتى هذا التوازن وهذا الحراك المصري أثر على جودة العلاقات مع الدول التي هي أصبحت الآن شريكة مع الدولة المصرية مع الكتلة العربية والأفريقية. وبالتالي هي حلقات متصلة ومتكاملة، وأعتقد أن هي مستقبل العلاقات الدبلوماسية في الفترة القادمة. كامل التحية والتقدير لك الأستاذ جمال رائف، وأنت الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي، سعدت بنا بهذا. أنا اللي سعدت جدا وأنا مع حضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا موصول لكم مشاهدي الكرام، لنا وقفة مع قراءة قصيرة لأهم وآخر ما لدينا من الأنباء واستكمال ما تبقى من برنامج من القاهرة، نرجو دائما أن تبقوا معنا.